احنا كغزيين الرسالة اللي بنوجهها لنتنياهو للعالم كله، نحن باقون على أرض قطاع غزة، باقون ومستمرون رغم الجوع والحصار والظلم والظلمات، ومسيرنا نحرر أرضنا ونرجع لبلادنا. ارحمونا يعني، يا ريت يا ريت يا ريت انكم توقفوا هالحرب. الرسالة الأهم اللي أنا بدي أوجهها إنه يا ريت ما تعتادوا المشهد، لأنه إحنا في غزة لسه بننقصف، لسه عنا شبابنا بتتمزع أشلاء، لسه أطفالنا بنفقد ناس كتير، لسه أهالينا في الخيم. بطلب من الكل يا ريت تستمروا، يا ريت تستمروا الكل يوجه صوتنا كمان وكمان للعالم، لعل وعسى توقف هالإبادة، توقف معاناة هالناس رغم كل اللي بيصير وكل القصف والأشلاء اللي بتتمزع هان وهان. رغم ذلك الناس ما تركت بيوتها، الناس تعلمت من 48، من نكبة 48، فصارت الناس تفضل تموت في بيوتها ولا تتهجر. أساتذة العالم، كونوا بشر، كونوا إنسانيين، لأنه ما حصل لغزة إبادة جماعية، وقضية غزة ليست قضية عرب ومسلمين، قضية بشر أكمل، قضية بشر جميعا. فنأمل منهم أنهم يكونوا إنسانيين ويتعاملوا معنا بقضية إنسانية ويوقفوا الحرب.